بسم الله الرحمن الرحيم. الفيديو دوت ان شاء الله هيبقى تالت فيديوهات المراجعه، هنتكلم فيه على حاجه اسمها ليبلنج اوف كونكتد ريجن. الجزء دوت كان في المحاضره الثالثه، بس بنعتمد في الجزء اللي حاجه اسمها الايمج مورفولوجي، بنعتمد على الليبلنج اوف كونكتد ريجن، او في الامتحان دايما بيعتمد عليها. فاحنا ان شاء الله هنبدا نشرحها النهارده، بحيث ان احنا كنا شرحنا خلاص الايمج مورفولوجي والجزء دوت، يبقى كده المساله كلها ان شاء الله تكون موجوده معانا. الليبلنج اوف كونكتد ريجن عباره عن ايه؟ عباره عن ان هو بيديني ماتريكس بالمنظر دوت، وانا ببدا اشتغل على بيكسل موجوده فيها عن طريق حاجتين. اول حاجه عشان شروط الكونكتيفيتي اساسا هي ايه؟ هي ان انا يكون عندي كونكتيفيتي سيت، وان انا يكون عندي النيبور بتاعي يا اما ان 4 يا اما ان دي يا اما ان 8. طيب ان 4 ان هو فوق وتحت ويمين وشمال، ان دي ان هم الاربعه كورنر، ان 8 اللي هي ان دي زائد الان 4، يعني ال 8 اللي هم الثمانيه اللي حوالين النقطه دي كلها، ال 4 فوق وتحت ويمين وشمال، الان دي اللي هم الاربعه كورنر. طيب تمام، يبقى انا دلوقتي قلنا ايه هم الان 4 والان دي والان 8. طيب والكونكتيفيتي سيت عباره عن مجموعه بيكون حاطط لي فيها قيم وانا بشتغل على اساسها. طيب انا عشان اعرف اشتغل على ليبلنج اوف كونكتد ريجن، اول حاجه بعملها ببص على الكونكتيفيتي سيت بتاعتي. لو القيمه بتاعت البكسل ديت هي اللي موجوده عندي في الكونكتيفيتي سيت، يبقى انا بخش في حاله من ثلاثه. لو لا تنتمي للكونكتيفيتي سيت، يبقى انا هروح للبكسل اللي بعدها. يبقى اول حاله عندنا لو النقطه بتاعتنا ديت ما تنتميش للكونكتيفيتي سيت، هنعمل ايه؟ هنروح للبكسل اللي بعدها. طيب لو عندي النقطه بتاعتي بتنتمي للكونكتيفيتي سيت، يبقى ادي اول شرط. تاني شرط هبص عليه هو ايه؟ هو النيبور. هل النيبور كلهم بينتموا الليبل قبل كده؟ هنا قال لي لا ما بينتموش، يبقى انا هنا هكريت ليبل جديد واحط فيه النقطه بتاعتي. يبقى ادي اول حاله لو بتنتمي للكونكتيفيتي سيت. تاني حاله لو بتنتمي للكونكتيفيتي سيت، ان انا عندي يكون النيبور بتوعي كلهم بينتموا لنفس الليبل، فالنقطه بتاعتي ديت هضيفها لنفس الليبل اللي هم فيها. طيب تالت حاله ان انا لو عندي النيبور بتوعي بينتموا لاكتر من ليبل، هعمل ايه؟ هعمل حاجتين. اول حاجه هقول له نوت ان التو ليبل دول هيساووا بعض. تاني حاجة إن أنا النقطة بتاعتي هضيفها في أي واحدة منهم. الكلام ده النظري، نبدأ نحله على المسألة علشان نشوف الدنيا تبقى ماشية إزاي. أدي مسألة بالمنظر دوت، دي كانت ماتريكس كلها 0 1. ال 1 موجود هنا وال 0 أي مكان فاضي فنعتبر إن هو 0. جميل، وقال لي النيبور بتاعي إن 8 وقال لي إن الكونكتيفيتي سيت بتاعتي فيها 1. طيب أنا ببدأ أشتغل من أول بكسل هنا. البكسل ديت بتنتمي للكونكتيفيتي سيت أصلاً، إحنا قلنا الكونكتيفيتي سيت تحت هنا فيها 1. فهل النقطة ديت بتنتمي للكونكتيفيتي سيت؟ لا، يبقى انا هعمل ايه؟ جو تو نيكست بيكسل، هروح للبيكسل دي. هل دي فيها واحد او بتنتمي للكونكتيفيتي سيت؟ لا، هروح للي بعدها، هروح للي بعدها، هروح للي بعدها، هروح للي بعدها، وهكذا لحد ما يجي لحد النقطه دي. النقطه ديت بتنتمي للكونكتيفيتي سيت؟ لا، يبقى هروح للي بعدها. هاجي هنا، النقطه ديت بتنتمي للكونكتيفيتي سيت؟ اه فعلا هي دي قيمتها جواها واحد والكونكتيفيتي سيت بتاعتي فيها واحد. طيب هعمل ايه؟ هبص على النيبور، النيبور بتوعي كانوا ان 8. طب ان 8 معناها ان انا 8 عناصر اللي حواليه. طيب هو انا دلوقتي لحد دلوقتي عديت على ايه؟ عديت على ديت وعديت على ديت وعديت على ديت وعديت على دي. هل انا عديت على اللي جنبها من الناحيه دي؟ لا. ليه؟ لان انا بمشي من فوق على الشمال وابدا اخلص صف صف، فانا خلصت الصف الاولاني، خلصت الصف الثاني، والصف الثالث خلصت فيه لحد هنا. فالنيبور بتوعي اللي انا اقدر اتحكم فيهم هم ايه؟ ادي واحد، ادي اثنين، ادي ثلاثه، ادي اربعه. هل حاجه من النيبور دول كلهم بينتموا لاي ليبل؟ لا، يبقى دوت هحطه في ليبل جديد هسميه ليبل 1. النقطه اللي جنبها هل بتنتمي للكونكتيفيتي سيت؟ اه بتنتمي للكونكتيفيتي سيت. طب النيبور بتوعها فين؟ ادي واحد، ادي اتنين، ادي تلاته، ادي اربعه. طيب هل حاجه من النيبور دول بينتموا لليبل؟ اه اللي هي دي بتنتمي لليبل 1، يبقى النقطه دي كمان هتنتمي لليبل 1. نيجي هنا، هل دي بتنتمي للكونكتيفيتي سيت؟ اه النيبور بتوعها فين؟ ادي واحد، ادي اتنين، ادي تلاته، ادي اربعه. جميل، يبقى انا بعد كده هعمل ايه؟ يبقى انا عندي ديت النيبر بتوعها ادي الاربعه، في واحده من النيبر بتنتمي لليبل 1، يبقى انا هضيف دي كمان لليبل 1. هاجي هنا نفس الكلام، ادي نيبر 2 3 4، يبقى ديت بتنتمي لليبل 1 فانا دي كمان هحطها في ليبل 1. اجي هنا دي اصلا 0 ما بتنتميش للكونكتيفيتي سيت، اروح للي بعدها فاضيه، اروح للي بعدها فاضيه، انزل السطر اللي بعديه وهكذا. نيجي لحاجه زي هنا، يبقى النقطه ديت النيبر بتوعها فين؟ ادي 1، ادي 2، ادي 3، ادي 4. هل حاجة من النيبور دول فيها واحد؟ لا، يبقى أنا هكريت ليبل جديد هسميه ليبل 2 أحط فيه النقطة دي. طيب بعد كده عايز أشوف اللي بعدها، اللي بعدها ديت هنا النيبور بتوعها فين؟ أدي واحد، أدي اتنين، أدي تلاتة، أدي أربعة. دي كانت بتنتمي ليبل 2، وهنا لو جينا حسبناها ديت هتنتمي ليبل 1. يبقى أنا عندي الليبل دي والنقطة دي والنقطة دي، كل واحدة فيهم بتنتمي ليبل، يبقى أنا دي الحالة التالتة. يبقى هعمل إيه؟ هاخد حاجة اسمها نوت مكتوبة فين؟ اهو، هاخد نوت اقول له هنا ان واحد بتساوي اتنين، واحط له النقطه بتاعتي في اي واحده منهم. يعني ايه؟ يعني انا دلوقتي هنا احط له هنا اقول له دي سواء تبع ليبل 1 او تبع ليبل 2 زي ما انا عايز.
وهكذا الماتريكس كلها. طيب الكلام دوت بقى نيجي نشوفه كمسألة فعلا بتيجي في الامتحان بالمنظر ده. دي مسألة جت في الامتحان عن الايمج مورفولوجي. اول حاجة قال لي انا عايزها، قال لي اول حاجة تعملها ان انت عندك ماتريكس وعندك النيبور الكونكتيفيتي 16 والنيبور بتوعك N4، وعايزك اول حاجة تحولي الماتريكس ديت لحاجة اسمها باينري ماتريكس عن طريق الليبل. يعني ايه؟ ادي الماتريكس بتاعتي اهيت، جميل. هبدأ هنا من اول حاجة، انا عندي الكونكتيفيتي ست فيها 10 والنيبور بتوعي N4، هاجي للنقطة دي، النقطة دي بتنتمي للكونكتيفيتي ست، اه يبقى انا خلاص دي معايا. النيبور بتوعها فين؟ النيبور بتاعها N4، يعني فوق تحت يمين شمال. طيب انا عندي فوق مفيش وشمال مفيش، اليمين انا لسه ما عدتش عليها فما ينفعش احسبها، اللي تحت انا لسه ما عدتش عليها فما ينفعش احسبها، يبقى انا هكاري ديت في حاجة اسمها ليبل 1. هاجي للي جنبها، اللي جنبها تنتمي للكونكتيفيتي ست، اه تنتمي للكونكتيفيتي ست. طيب فوق تحت يمين شمال، فوق مفيش، يمين لسه ما عدتش، تحت لسه ما عدتش، الشمال انا لسه معدي عليه. النقطه ديت انا قلت ان هي تبقى تبع ليبل 1، يبقى دي كمان هحطها في ليبل 1. اجي اللي بعدها، فوق تحت يمين شمال، فوق مفيش، يمين لسه ما عدتش، تحت لسه ما عدتش، اجي للشمال انا دي كانت بتنتمي ليبل 1، يبقى دي كمان هتنتمي ليبل 1. طيب نيجي للنقطه دي، نفس الكلام، فوق تحت يمين شمال، اليمين اصلا مش معايا واللي لسه ما عدتش عليها اساسا، والشمال واللي تحت لسه ما عدتش عليها اساسا، واللي فوق اصلا مش معايا، يجي الشمال كانت تبع ليبل 1، يبقى دي كمان هحطها تبع ليبل 1. طيب اجي للنقطه رقم 10 دي، 10 دي تنتمي للكونكتيفيتي ست، يبقى هي معايا. اجي للنيبور، فوق تحت يمين شمال، اللي فوق اصلا مش معايا، الشمال لا تنتمي، اللي تحت لسه ما عدتش عليها، اليمين لسه ما عدتش عليها، يبقى هحطها في ليبل 3. طيب اجي للنقطه ديت، انا طبعا بمشي بالترتيب بس انا هنا في الفيديو انا باخد نقط معينه عشان خاطر نوصل كل الفكره. النقطه ديت فوق تحت يمين شمال، فوق معايا وانا هنا كنت ضايفها في ليبل 2، ليه؟ لان اللي فوقها كمان هيبقى فوق تحت يمين شمال، اللي تحت ما عدتش عليه، اليمين ما فيش، اللي فوق ما فيش، الشمال ما فيش، يبقى هكري تيبل جديد اسمه ليبل 2، وهنا عشان في فوق يبقى انا هحط ليبل 2. هاجي هنا يبقى عندي فوق تحت يمين شمال، ما عنديش غير اللي فوق، يبقى احط ليبل 2. اجي هنا دي تنتمي للكونكتيفيتي 6، طب فوق تحت يمين شمال، فوق بتنتمي لليبل 2، يمين ما فيش، تحت لسه ما عدتش، شمال ليبل 3، يبقى انا النقطه ديت هضيفها في ليبل 2 او في ليبل 3، بس لازم اقول له ان انا عندي نوت 2 بتساوي 3، يبقى انا هاجي بالمنظر دوت هيبقى هو ده الشكل بتاعها. يبقى انا عندي الحاجات اللي تبع ليبل 1 وعندي هنا ليبل 2 ودي كان عندي ليبل 3. بعد ما خلصت الكلام دوت انا ما دام اتخدت نوت ان انا عندي ليبل 1 ليبل 2 بيساوي ليبل 3 بساويهم ببعض، يعني بخلي كل الاثنينات 3 يا اما كل الثلاثات 2، يبقى انا هشرب على 3 دي واخليها 2. يبقى انا عندي دلوقتي ادي ليبل في كل الاوبجكت دوت، وادي ليبل تاني في الاوبجكت دوت، جميل. بعد كده بعمل ايه؟ بقول له حاجه بالمنظر ده، بالمنظر ده يعني ايه؟ يعني بقول له ليبل 1 النقط كلها اللي في ليبل 1، ليبل 2 النقط كلها اللي في ليبل 2. يبقى انا هاجي هنا اقول له ليبل 1 في النقطه اللي هي 0 0 1 و0 2 و0 3 و0 4 و0 5 و0، بعد كده 0 1 1 و1 2 و1 3 و1 4 و1 5 و1، وهكذا كل اللي فيهم رقم واحد. بعد كده اجي اقول له ليبل 2 هيبقى فيه 8 و0 8 و1 8 و2 8 و3، هنا 7 و3 و8 و4 وهكذا لحد ما اخلص، جميل. بعد ما خلصت ديت يبقى انا كده خلصت ليبلنج اوف كونكتد ريجن. ايه الخطوه اللي بعد كده؟ يبقى انا عندي المنظر دوت عشان احوله لباينري ماتريكس. انا بحول باينري ماتريكس، دي حاجه ليها علاقه بالايمج مورفولوجي شويه. يبقى انا خلاص بعد ما خلصت الكونكتد ريجن الليبل 1 والليبل 2 وبعد ما كتبت له سطر كل واحده منهم، ببدا اعمل احول كل الليبل اللي عندي لواحد وكل الباقي بزيرو، وبعد كده ببدا اطبق بقى المورفولوجي اللي هو عايز يطبق عليه ايا كان هو ايه. يبقى احنا كده كل اللي نتكلم عليه في الكونكتد ريجن عباره عن حاجتين اساسيين في الاول، يا اما النقطه بتاعتي بتنتمي للكونكتد للكونكتيفيتي سيت، يا اما ما بتنتميش. لو ما بتنتميش زي الصفر دوت هعمل جو تو نيكست بيكسل، جميل. طب لو بتنتمي هبص للنيبور بتوعي ولازم اتاكد النيبور بتوعي ال N4 فوق وتحت ويمين وشمال، ال N دي الكورنر، ال N8 هم الثمانيه، جميل. يبقى انا هاجي بيكسل زي ديت عايز اطبق عليها، هي تنتمي للكونكتيفيتي ست، هاجي اطبق عليها النيبور. النيبور عباره عن ايه؟ N4، يعني فوق وتحت ويمين وشمال. انا فوق ما عنديش، شمال ما عنديش، اليمين انا لسه ما عدتش عليها واللي تحت لسه ما عدتش عليها، يعني يعتبر النيبور كلهم بتوعي ما بينتموش لاي ليبل، يبقى انا هكريت ليبل جديد واحط النقطه دي فيه. طيب تمام، عندي هنا نقطه زي ديت فوق تحت، اول حاجه لازم اشوف ان هي بتنتمي للكونكتيفيتي سيت، يبقى اشوف تاني حاجه اللي هي فوق وتحت ويمين وشمال. يبقى انا عندي هنا تاني حاله عندي ان انا عندي يكون حاجه من النيبور بينتموا للليبل، انا عندي اليمين لسه ما عدتش عليها ماليش دعوه، واللي تحت لسه ما عدتش عليها ماليش دعوه، اللي فوق ما فيش، والشمال هي كانت موجوده في ليبل 1، يعني هنا يعتبر ان انا كل النيبور اللي عندي بينتموا لليبل 1، يبقى انا هضيف النقطه ديت لنفس ليبل 1. طيب تالت حاله كانت نفس النقطه دي كده، ان انا عندي فوق بليبل وشمال بليبل، يبقى انا عندي ليبل 2 بيساوي ليبل 3 واحط النقطه ديت في 2 او في 3، ولازم اقول له نوت ان 2 بتساوي 3، جميل. هنشوف دلوقتي شكلها في السكشن عامل ازاي، وعشان وانت بتحلها تكون بتعمل يعني ايه الخطوات اللي انت تقدر تمشي عليها.
يبقى انت دلوقتي قدامك حاجه من حاجتين، يا اما انت هتكتبها بالمنظر دوت قدامك في الورقه، وبعد كده تعملها بالمنظر ده كده، وبعد كده تشيل اي رقم لو اي نوت متساويه مع بعض تعملها بالمنظر دوت وتخليهم كلهم، يبقى انت عندك كل الحاجات دي ليبل واحد وده ليبل اتنين، وتكتب له الحاجات دي او تعملهم بالمنظر ده. انت عندك هنا المساله زي ديت، قال لك ان الكونكتيفيتي سيت بتاعتك 9 و10 و11 و12، والنيبر بتوعك ان 8. طيب انا عندي هنا ال10 بتنتمي للكونكتيفيتي سيت، اه بتنتمي، النيبر بتوعها ايه؟ ان 8. انا لسه اول واحده فماليش نيبر، يبقى دي هحطها في ليبل 1. ال10 هنا تنتمي للكونكتيفيتي سيت، طيب النيبر بتوعها فين؟ الاربعه، يعني هي 1 2 3 والشمال دي، انا فوق ما عنديش حاجه، يبقى انا هاجي للنقطه ديت، النقطه دي كانت بتنتمي ليبل 1 فاحط عليها ليبل 1. جميل، اجي للانسر، الانسر دوت مش الحل الصحيح للمساله، ده مجرد الشكل اللي تمشوا عليه. يبقى انا عندي هنا في الانسر اول حاجه بحطها بالمنظر دوت، لو انا عندي نقطه ما بتنتميش اصلا للكونكتيفيتي سيت بحط مكانها اكس، لو نقطه بتنتمي لليبل 1 بحط 1، لو ليبل 2 بحط 2، لو ليبل 3 بحط 3 وهكذا. جميل، بعد كده برسم الماتريكس دي تاني، بس اي نوت كانت موجوده عندي فبسابيهم ببعض. يعني ايه؟ يعني بافتراض ان انا كان عندي في المساله هنا ان نوت 1 بتساوي نوت 2، يبقى انا برسمها له تاني وكلها رقم 1. عشان ايه؟ عشان انا كده كان عندي نوت بتقول لي 1 و2 مع بعض. جميل، بعد كده ببدا احدد له الاوبجكت او كل ليبل لوحده، وفي الاخر خالص بكتب له الليبل زي ما قلنا في المحاضره بالمنظر ده كده. جميل، وقلنا بتيجي ازاي في الامتحان، لو مش هتيجي لوحدها هتيجي بالمنظر ده، ان هو هيديك ماتريكس ويقول لك اول حاجه اعمل لي ليبلنج ليها، يبقى احنا حولنا الليبلنج ده ليه، بعد كده كتبنا السطر الكبير قوي اللي هو بتاع النقط بتاعت كل ليبل، بعد كده ببدا اساوي اي ليبل بواحد واي اكس بزيرو، وابدا بقى اطبق اللي هو عايزه بعد كده. يبقى ادي كده كان جزء موجود في المحاضره الثالثه، يبقى كده كل أنواع المسائل موجودة إن شاء الله. بالتوفيق وربنا يكرمكم إن شاء الله. شكرا والسلام عليكم.